بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، لما ذكر مقالة المنافقين عندما تدور الحرب بين المسلمين والكفار، وأنهم يكونون على الحياد وينتظرون من تكون له الدائرة والنتيجة فينضمون إليه. فإذا كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يريدون بذلك أن يستدروا عطفهم وعطاءهم ويتبرؤون بذلك من المسلمين. قال الله جل وعلا: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. فهذا الأمر لا يدوم، ولا بد من يأتي يوم يفصل الله جل وعلا فيه بين عباده فيجازي كلا بعمله. المؤمن يجازيه بإيمانه، الكافر يجازيه بكفره، المنافق يجازيه بنفاقه. فهم في هذا لو سلموا في الدنيا من الحرب وسلموا وحصلوا على ما يريدون من الطمع، وأيضا لو أنهم تظاهروا بالإسلام وحقنت دماؤهم واحترمت أموالهم، كل هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يحكم بينهم فيميز المنافق من المؤمن. ولذلك إذا كان في يوم القيامة كان الناس في ظلمة، فأعطي المؤمنون نورا وضياء يمشون به، لأنهم كانوا في الدنيا على نور الإيمان، فيعطون في الآخرة نورا يمشون به في ظلمة يوم القيامة. والكفار يتعثرون في ظلمات والعياذ بالله. فالمنافقون يعطون نورا في أول الأمر، يعطون نورا في أول الأمر ويفرحون به، ثم يسلب منهم ويصبحون في ظلمة، ويجعلهم الله مع الكفار في ظلام وفي النار والعياذ بالله. فلم ينفعهم ما حصل لهم في الدنيا. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني في يوم القيامة لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كما قد يحصل في الدنيا، فإنه قد يكون في الدنيا للكفار تسلط على المسلمين بذنوبهم، لكن في الآخرة ينقطع ذلك ويكون المؤمنون في الجنة ويكون الكفار في النار، ولا سبيل للكفار عليهم، والمؤمنون يكونون في مأمن والكفار يكونون في خوف وقلق دائم. وقيل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الدنيا، بمعنى أن الكفار لا يستأصلون المسلمين استئصالا كاملا، بل لا بد أن يبقى على هذا الدين من يقوم به إلى أن تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولعل الراجح أن الله لا يجعل الكفار على المؤمنين سبيلا في الآخرة نهائيا، ولا يجعل لهم سبيلا في الدنيا كاملا، فيبقى من المسلمين من يحفظه الله من شرهم وباسهم كما في هذا الحديث. وهذا من رحمة الله سبحانه، من أجل أن يبقى هذا الدين قائما إلى أن تقوم الساعة، لأن ملة محمد صلى الله عليه وسلم مستمرة من بعثته إلى أن تقوم الساعة، فيقيض الله لها من يحميها ويقوم عليها ويحكم بها إلى أن تقوم الساعة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم بين صفة أخرى من صفات المنافقين، فقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله بإظهار الإيمان. المخادعة تكون من طرفين، فهم يخادعون الله، والله جل وعلا يخادعهم من باب العقوبة لهم ومن باب المقابلة لهم على خيانتهم. فالله جل وعلا يستدرجهم ويملي لهم. وفي الآية يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، بمعنى أنه سبحانه يجازيهم على خداعهم بأن يستدرجهم ويملي لهم، ويقبل منهم تظاهرهم بالإيمان في الدنيا، يقبل منهم ذلك من أجل استدراجهم، مع أن الله يعلم ما في قلوبهم. فهذا من باب العقوبة لهم والاستدراج لهم، يخادعون الله وهو خادعهم، لأن الجزاء من جنس العمل. ثم بين صفة ثالثة من صفات المنافقين، فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى، لأنهم لا رغبة لهم في الصلاة، ولا يصلون من أجل الثواب عند الله، وإنما يصلون من أجل النفاق، من أجل التظاهر بالدين لينالوا أغراضهم الدنيئة. فهم يقومون كسالى لأنهم ليس في قلوبهم رغبة ومحبة للصلاة. أما المؤمنون فإنهم يقومون للصلاة نشيطين متلذذين بها، كما قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهؤلاء يخشعون في الصلاة ويتلذذون بها ويتشوقون إليها، لأنهم يناجون الله جل وعلا فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح في الصلاة من هموم الدنيا، ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك المؤمن يستلذ في صلاته. أما المنافق فإنه يدخل في الصلاة لا عن رغبة فيها، ولذلك كأنه في سجن، كأنه في سجن حتى يخرج منها، لأنه لا يجد لها لذة ولا قيمة، وإنما فعلها من باب الخداع. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الصفة الرابعة: يراؤون الناس، وهذه نؤجلها إلى الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحكام القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من تنفيذ محمد بن محمد الزهراني.